مشاهدينا، وحول تجدد القصف الإيراني على أربيل ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سلام عليكم سيادة العميد. حياكم الله وبياكم أخي الكريم. أهلا بكم في حلقة من سلسلة انتهاك إيران لكل الأعراف الدولية. إيران اليوم تقصف منطقة بالكيت الحدودية الكردية بالمدفعية، لماذا هذه المنطقة بالذات التي تستهدفها إيران في أربيل؟ أخي الكريم، من بداية إيران ليست دولة مؤسساتية بل منظومة إرهابية تسير وفق استراتيجية التوسع والتمدد ونشر الإرهاب سواء في العراق أو دول المنطقة، وهذا الإرهاب يأخذ أما شكل مادي أو معنوي أو فكري. هذه المنطقة المستهدفة وقرى مجاورة لها في إيران تصنفها بمواقع إيواء للجماعات المعارضة لها، ومنها مقرات حزب الحياة الحرة الكردستاني أو أحزاب الشرق كردستان إيران وجماعات مسلحة أخرى. تتهم هذه الجماعات بالضلوع بما جرى ويجري من ثورة شعبية إيرانية انطلقت من مناطق كردستان إيران، وهذا الأمر غير صحيح. فما يعيشه الشعب الإيراني أخي الكريم من جوع وفقر وقمع الحريات جعله ينتفض على هذا النظام الإرهابي، وتتوسع جغرافية التظاهرات وانتشرت كالنار في الهشيم. لذلك هي كذبة يروجها النظام الإيراني وميليشياته في العراق، يراد منها تبرير هجماته وقمعه للشعب الإيراني في الداخل والخارج. نعم، اليوم أيضا القصف سبقه قصف على قضاء تشومان وغيرها من الأقضية في أربيل وكردستان العراق، يعني لماذا لم نسمع ردا من الحكومة على هذا القصف، أم أنها اعتادت على انتهاك السيادة العراقية دون أن يكون أي رد فعل من الحكومة؟ أخي، هذه الهجمات الإيرانية اللي تعتبر إرهاب مقصود ومتعمد لأنه يستهدف المدنيين وسلامتهم، يعني والحكومات يعني ورد الحكومة أخي الكريم ليس لديها رد. فالحكومات تحتاج رجال، والقرارات تتخذ من القادة، وجميع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ احتلاله واليوم من هذا تمثلت بأشباه الرجال وزعامات الميليشيات الذين لم ولن يكونوا رجالات دولة. لذلك لم نسمع لهم صوت اتجاه هذه الاعتداءات الإيرانية التي يتبجح بها الحرس الثوري علنا، لا بل يصر ويصرح باستمرارها. لذلك صمت الحكومة ليس لأنها اعتادت على هذه الانتهاكات، بل هو من باب الانبطاح للغايات والأوامر الإيرانية التي جاءت بهم وسلمتهم حكم العراق لتستبيح سيادته وتفقد أمن الوطني. نعم، يعني بالإضافة إلى المدفعية التي قصفت قضاء بالكيتي، مسؤول أمني عراقي يقول بأن طائرة مسيرة مفخخة يرجح أنها إيرانية سقطت شمال أربيل. بماذا تفسر استخدام إيران المسيرات مع المدفعية للهجوم على أربيل، وأين الدفاعات العراقية من هذه الانتهاكات؟ أخي، لو أردنا أن نوصف الجغرافيا العراقية اليوم، نعم، نقول هي جغرافيا واهنة عسكريا وأمنيا وسياسيا بعد اجتثاث جميع مؤسسات العراق وتحويلها لعناوين خالية المضمون والفعل والإنجاز. وإيران باستخدامها المسيرات المفخخة داخل أجواء العراقية واستهدافا لمواقع ضمن محافظة أربيل يشير إلى فرض السيادة الجوية الإيرانية على الأجواء العراقية، وهذا لم ولن يتحقق في مفهوم درجات السيطرة على الجو. نعم، إلا إذا كانت إيران ترى في العراق جغرافيا تابعة لها وتتصرف وفق هذا بحرية تامة وكاملة. أما الدفاعات الجوية العراقية، فالعراق اليوم غير قادر للدفاع عن نفسه، والمؤسسة العسكرية عاجزة عن أداء مهامها وواجباتها بسبب أنها اجتثت جميع مقومات فعاليتها وباتت أداة عقيمة غير قادرة على مواجهة التهديدات ومنها الهجمات الإيرانية. والمؤسسة العسكرية اليوم بأكملها لا تستطيع تحقيق استراتيجية التوازن العسكري مع دول الجوار، وهذه إحدى مخرجات الاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق. نعم، في قصف سابق للقوات الإيرانية على الأراضي العراقية صرح الكاظمي أنه استدعى السفير الإيراني في بغداد، لكن ماذا يعني برأيك تكرار طهران لانتهاك سيادة الأراضي العراقية إذا كان استدعى السفير الإيراني وربما أتى بثماره وقتها؟ أخي الفاضل، استدعاء ما يسمى برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسفير دولة الاحتلال الإيراني في بغداد هو إجراء روتيني وفق السياقات الدبلوماسية الإعلامية، نعم، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن الأصل أن الكاظمي ومن سبقه لا يمتلكون مقومات القيادة والإدارة، نعم،
وهم في مناصب وظيفيه ليس الا، ولا يمكن ان يطلق عليهم صفات القائد لانهم يقادون ولا يقودون. واستمرار الانتهاكات بعد الاستدعاء دليل على ما قلته، فهؤلاء جميعهم ياتون وينصبون باوامر ايرانيه ليكونوا ادوات تنفيذيه فاقده لمبادئ القياده واتخاذ القرار الذي يتعارض والغايات الايرانيه في العراق. وهؤلاء جميعهم ساهموا في املكه المؤسسه العراقيه بما فيها المؤسسه العسكريه والامنيه وضيعوا البلد. من بغداد العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، شكرا جزيلا لك.